هاي everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس انجليزي. النهاردة ده تاني سيشن في العام الدراسي الجديد. كل عام وحضراتكم بخير. ان شاء الله هنعمل فيديو عن حل تدريبات على ليسن 1، الدرس الاول اللي شرحناه الفيديو اللي فات. لو حابب ان ما فيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا، دعمنا بسبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. يلا يا بطل افتح كتاب الباهر بيج 27 صفحة 27. هنحل مع بعض activities on lesson 1 على الدرس الأول. السؤال بيقول look at number، يعني انظر ورقم. grandparents، grandparents يعني الجدين. فين انهي صورة؟ طبعا هي الصورة اللي تحت فيها، حط في number 1. sister، sister يعني اخت. طبعا احنا هنختار الصورة اللي هو عامل فيها سهم على صورة الاخت، حط فيها number 2. cousins، cousins يعني اولاد العم، هي الصورة دي حط فيها number 3. uncle، uncle يعني عم او خال، حط هنا number 4. يلا بينا نعمل circle، يعني هنحط دايرة حوالين الصورة المناسبة. parents، parents يعني ها الوالدين. فين انهي صورة؟ طبعا هي الصورة الاخيرة. parents، parents يعني الوالدين، هي الصورة الاخيرة. number 2 brother، brother يعني اخ، اخدناها، هي الصورة اللي في النص. family، family يعني عائلة أو أسرة، هي الصورة الأولى. grandma، grandma يعني الجدة أو تيتا، هي الصورة اللي في النص. طب look and take true، هنحط صح على correct word، على الكلمة الصحيحة. دي صورة مين؟ طبعا دي صورة الجد، جد يعني grandpa، grandpa هي الكلمة الأخيرة، حط عليها true. طب الصورة دي صورة مين؟ هو بيشاور على الأخت، وأخت يعني sister، sister. يلا يا بطل ده سؤال سبلاي، يعني سؤال الحرف الناقص. parents، parents، parents الوالدين، ناقص حرف الاي، ناقص حرف اي، حطه في مكانه. grandparents، grandparents يعني الجدان، ناقص حرف اي، وبرضو حرف اي في كلمة parents. uncle، uncle حرف الان، ناقص حرف الان. cousins، cousins اولاد العم، ناقص حرف او. طب تعال بقى نعمل unscramble السؤال ده. يعني unscramble يعني هنرتب كلمة حرفها متلخبطة، هنرتبها. دي كلمة ايه؟ دي كلمة cousins يعني اولاد العم، حروفها c-o-u-s-i-n، حط في الاخر s plural اللي هي s الجمع. طب الكلمة اللي بعدها كلمة ايه؟ brother، brother يعني اخ، b-r-o-t-h-e-r brother. الصورة اللي بعد كده sister، sister، sister يعني أخت، s-i-s-t-e-r. طب الصورة اللي تحت دي صورة مين؟ uncle، عم أو خال، u-n-c-l-e. عائلة أو أسرة family، 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 f-a-m-i-l-y family. الصورة الأخيرة صورة إيه يا شطار؟ parents، parents يعني الوالدين، parents، parents. طب تعال نعمل بقى ايه؟ look at the pictures، بص للصور وكمل من الكلمات اللي فوق. اخدنا this is، هذا او هذه، مفرد قريب، بتستخدم للمفرد القريب. these are، هؤلاء للجمع، بيستخدموا للجمع القريب. طب my parents، parents الوالدين، باين ان كلمة parents كلمة plural جمع، عشان كده انا هنزل لهم these are، these are my parents، يبقى my parents هنزل لها these are. طب my uncle، uncle يعني عم او خال، ده طبعا باين عين هو singular مفرد، هنزل له this is، this is my uncle. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في فيديو حل تدريبات على ليسن 1، الدرس الاول من منهج كونكت 2 ابطال تانية ابتدائي كتاب الباهر، دعمنا بسبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير.
السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال السابع look and take through the correct sentence، يعني هنعمل صح على الجملة الصحيحة المناسبة مع الصورة. دي صورة مين؟ طبعا دي صورة grandparents اللي هم الجدان، فأنا هختار أنهي جملة؟ هختار الجملة اللي تحت بتقول these are my grandparents، هي الصورة دي مع الجملة اللي تحت. طب الصورة دي صورة مين؟ طبعا باين عليها ان هي صورة cousins، هختار الجملة الصحيحة these are my cousins، هؤلاء أولاد عمي. طب يلا نعمل choose، هنختار are my parents، parents معناها الوالدين، كلمة جمع وكمان موجود، الكلمة جمع اهي ها وكمان موجود are. طب مين اللي بيجي مع are يا شطار؟ ها يبقى these are، هؤلاء يكونوا. الجملة اللي بعد كده is my grandma، grandma اللي هي الجدة، grandma هنا كلمة مفرد وكمان في is وكمان في is، يبقى أنا هستخدم لها this is، this is، this is يعني هذه تكون جدتي، this is my grandma. رقم ثلاثة this، أخذنا this بيجي معاها this، سمح حد شاطر بيقول لي this is، this is يعني هذا يكون للمفرد القريب، this is this وبيجي معاها is. طب these، ها اخدنا these اللي هي هؤلاء بتاعت الجامعة يا شطار، these يجي معها ايه؟ these are my friends، هؤلاء يكونوا اصدقائي. يلا بينا نرتب الجمل، is this uncle my، ها سمح حد شاطر بيقول لي ايه جملة؟ this is my uncle، this is my uncle يعني هذا يكون عمي. طب اللي بعد كده are my these cousins، يبقى these احنا اخدنا these بيجي معها ايه؟ these بيجي معها are، these are my cousins، these are my cousins. احنا كده خلصنا فيديو النهاردة، لو استفدت من الفيديو دعمنا بسبسكرايب اشتراك، وما تنساش اللايك والشير. goodbye.